ربنا يخلي حضرتك يا رب. كابتن عزمي، عايز ابتدي مع حضرتك بنقل لقاء الاهل الزمالك والزمالك ان شاء الله في الكونفدراليه، في الكونفدراليه الافريقيه لاستاد الجونه بدلا من استاد القاهره، ده بناء على طلب الامن زي ما احنا ذكرنا؟ طبعا، لان برضو انت عارف الاستاد اتعمل عليه هجوم ووزاره الداخليه رأت ان هو يروح الجونه في الظروف دي امن يعني. تمام. طيب وتم يعني تم ابلاغ نعم يا فندم؟ ده قرار امني. تمام، وتم ابلاغ الاتحاد الافريقي وعشان احنا عارفين في قواعد لازم قبل اللقاء باسبوعين وكده، تم ابلاغ الاتحاد الافريقي. جميع الجهات، الاتحاد الافريقي، نادي الزمالك، كل المنظومه اتبلغت بهذا النقل. طيب كابتن عزمي، في ناس بتفسر النقل ده او يعني نقل ملعب اللقاء من استاد القاهره لاستاد الجونه ان ده ممكن يكون مؤشر سلبي ان ممكن يكون في رفض غدا في اجتماع مجلس الوزراء لعوده الدوري المصري الممتاز. احنا معروف علينا ان احنا فتايين يا استاذ ابراهيم، واكثر الفتايين يعني. تمام. الملعب بتاع الاستاد يعني غير جاهز في صيانه، اخد بال حضرتك، وبعدين اتنقل في الجونه مؤقتا، لان برضو نادي استاد الدفاع الجوي ما زال في صيانه برضو، لكن ده غير مرتبط بمؤشر عود الدوري. تمام. ان شاء الله الدوري هيعود وهيستكمل ان شاء الله كما اكد استاد رئيس الوزراء. طيب، الحاج محمود الشامي كان معانا من يومين وقال لنا ان شاء الله يوم الخميس هيتم الاعلان عن المدير الفني القادم لمنتخب مصر. ايوه. وعرفنا اخبار ان تم استبعاد هيرفي رينار المدير الفني الفرنسي اللي كان قاد طبعا كوت ديفوار لتحقيق بطوله كاس افريقيا السنه دي. هل الامور وضحت كده وبتسير في طريقها بسلام للكابتن حسن شحاته ان شاء الله؟ كل الاطروحات موجوده. اللجنه هتعلن يوم الخميس ما توصلوا اليه، والا لم يصلوا الى حل فهيكون الاقرب الكابتن حسن شحاته. تمام. ايوه. يعني لغايه دلوقتي كل الامور بتؤدي للكابتن حسن شحاته. كلها راحة لسكة الكابتن حسن شحاته، اللهم ان يكون اللجنه اتفقت مع حد من الاجانب يعني. تمام. كابتن عزمي مجاهد مدير اداره الاعلام بالاتحاد المصري لكره القدم، كل الشكر لحضرتك على هذه التوضيحات.